صباح النور أو مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. بدي أوضح نقطة كتير مهمة بنسأل عليها. التنظيف الطاقي يتم لما بيكون في عوارض صرتوا إلكن زمان عم تعرفوا فيها، الأعمال اللي بتقوموا فيها مش عم بتكون كما يجب، مصدر الأرزاق أيضا ليس كما يجب، وأحلام، كوابيس، معاناة في الحياة بدون أي سبب، وأيضا فتح النصيب وغيره من هذه الأمور مش عم بيكون بالصورة يلي أنتو بتتمنوها على مدى سنوات عديدة، مش يوم أو يومين أو نهار أو ليلة، وتكرار للحالة مرة ورا مرة ورا مرة. خطوبة تؤدي إلى زواج بصير فصل، حب يؤدي إلى خطوبة بصير فصل، مشاكل الناس تعملها معاكم بدون سبب. سو هون لما بيكون التكرار وصرنا عم نبلغ من العمر، يعني كنا بالعشرين صرنا بالثلاثين صرنا بالأربعين وبعدنا عايشين نفس الحالة ومنسأل ليش، الجواب واضح، هناك من تسبب أو أنتم تسببتوا بأحد هذه الأمور اللي أدت إلى تعطيل تسكير طريق اللي هو هذا الشهر والشهر القادم. عندكم شهر 11 شهر 12، شهرين خاصين بدي ساعد فيهم أكبر عدد ممكن من الناس، نساء ورجال، لتغيير أوضاعهم المعيشية، الحالة الاجتماعية، المال، الرزق، العمل، الطريق، الزواج وغيره. وهذا الشيء راح يتم عن طريق الخصومات اللي راح أقدم لكم إياها بالكشف والتقرير والتنظيف الطاقي. اوكي، التنظيف الطاقي مش هو ريكي تعملوه ولا جلسة علاج طاقي، لا، رح سميه تنظيف طاقي روحاني على اعلى مستوى، لانه اذا كنتوا عم تعانوا من مس عاشق او مسوس اخرى او اكلتوا سحر او شربتوا سحر او حدا رش بالبيت عباب البيت قديم راح السحر اثاره او خدام السحر لا يزالوا موجودين. إذا عليكم لعنة كبرى توارثتوها من عائلة، من الأجداد، من الآباء، اللي هو إذا عليكم لعنة صغرى وغير ذلك. الخطوات اللي بقوم فيها هي الكشف والتقرير أول شيء طبعا عنكم، وإذا في شخص معين بدكم تعرفوا عنه لازم حدا يجي يقول لي حبيبي تجوز بدي يرجع لي، هيدا ما بيمشي اصلا، ما مفروض تفكروا بهالطريقه، لانه تفكروا انتم اذا كنتوا بحياه سعيده هل بتريدوا مين يجي يخرب عليكم حياتكم؟ معناها انتم لازم تطلعوا الى المستقبل. الموقع موجود للكشف والتقرير على المعلومات على صفحتي، رقمي ايضا موجود. اللي حابب يغير حياته، حابب يستقبل سنة جديدة بتغيير، ينسف كل هالأفكار اللي عاشها، شو ما كان السبب، ما حدا يقول لي أنا ما بصدق أو ما بقتنع، بس يجي يسألني ليش هيك عم بصير معي. هذا التناقض الداخلي عليكم بتغييره أو حسم قراركم. أوريدي عشتوا هالحياة اللي عم تقولوا فيها مأساة 10 سنين، 20 سنة، 5 سنين، 7 سنين، I don't know، أنتوا أعلم قد ايه حابين تستمروا فيها. هذا شيء لإلكم، لأن أنا عم بعطيكم فرصة لا تبخلوا على نفسكم. So إذا عندكم أسئلة حابين وضح لكم بفيديوهات معينة أكتر أو نقطة معينة، بليز اطلبوا مني لأقدر أعرضها. لكن ما تيجوا تسألوا وانتوا عارفين هناك تعطيل بحياتكم، تتوقعوا انه الجواب رح يتغير. اللي بيقلكم جواب غير صدقوني عم بيكسب عليكم. يعني اذا انا اليوم بيتي منه نظيف
أوكي، والناس زارتني وبيتي مش نظيف، هالزوار رح يرجعوا يجوا؟ مش رح يجوا. فلما بتيجوا بتسألوا طب ليه الزوار ما عم يرجعوا يجوا؟ طب ما بدك تنظف بيتك؟ سو إذا ما بيكون الجسد أو الوضع اللي عايشينه، هيدا هو التنظيف الطاقي الروحاني. أوكي، بس تنظفوا هالأمور تفتح مجال لإلكن عم بتغيروا بالكارما تبعكن، عم بتغيروا بالأمور اللي عم بتعيشوها بحياتكن، عم تنسفوا كل المعتقدات القديمة وتتحرروا من القيود والأحجار الثقيلة يلي حاطين على ظهركم مربوطين فيها على الأرض. شو اللي حابب يغير حياته يمكنه ياخد الخطوة الأولى. بحبكم كتير.